بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد مبروك مدرس فيزيكس مدرس اكتوبر ستيم اكتوبر. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاي سي سورس او الاي سي سيركت، وهنكمل اللي احنا كنا بدأناه. كنا خدنا ال سيركت بس ناقص لنا فيها حته، نخلصها ان شاء الله النهارده ونخلص معظم اللينير ارقام ده النهارده باذن الله. ده يهم اللينير ارقام 11 واللينير ارقام 12 بس انفنتوري. قبل ما نبدا في الموضوع، ايه الصورتين دول اصلا؟ الراديو والوايرلس ديفايسز. الراديو ده جهاز بيستقبل وظيفته ان هو يستقبل الكتروماجنتيك ويفز او راديو ويفز. طب هو بيستقبل ازاي؟ عن طريق دايره جواه اسمها ريزونانت سيركت. الريزونانت سيركت مكوناتها ايه؟ مكوناتها عباره عن كويل وكاباستور وشويه حاجات كده، مكونات تانية. المهم ده متوصل بالاي سي سورس. يبقى جهاز الاتصال عموما زي الراديو ده جهاز بيستقبل الكتروماجنتيك ويفز، وده شغال ومعتمد على الاي سي سيركت. الالكتروماجنتيك الوايرلس ديفايسز بقى والاجهزه بتاعه الوايرلس هتعتمد برضو على الاي سي سيركت، لان فيها لازم فيها دائره استقبال، ما هتستقبل برضو الكتروماجنتيك ويفز، لكن هي كمان بتبعت، عندها امكانيه تانية اللي هي الترانسميتر. فالترانسميتر بيبعت عن طريق دائره كهربيه اسمها اوسيليتنج سيركت، والاوسيليتنج سيركت دي برضو من ضمن مكونات او انواع الاي سي سيركت. يعني انت في الاخر بتدرس الاي سيركت ده عشان تفهم في وقت من الاوقات في الاخر خالص ازاي نقدر نعمل كوميونيكيشن، وازاي عمليه اتصالات بتتم بطرق مختلفه. ماشي؟ طيب قبل ما اكمل، عايز بس اقول شويه ملحوظه كده واحده صغيره. حاول الفيديوهات وانت بتتفرج عليها تاخدها بجديه اكتر، يعني تبقى قاعد في مكان زي مثلا مكتب بتاعك او ترابيزه، ومعاك الكشكول بتكتب فيه النوتس بتاعتك، ومعاك كالكوليتر عشان في مسائل تحلها برضو. فخد الموضوع بجديه، ما تتفرجش وانت نايم مثلا، او ما تتفرجش ولو معاك لابتوب يكون احسن من الموبايل طبعا، عشان الموبايل حجمه صغير مش هيبقى باين كل الكلام. فياريت الموضوع يكون بجديه قوي، انت ده مستقبلك ما فيهوش هزار. ومستقبلك مش عشان الدرجه بس، خلي بالك، مش عشان السنه دي بس، عشان لما تخش الجامعه كمان تبقى فاهم البيزك دي كلها، وبالنسبه لك ما تبقاش فيها مشكله، وتبقى فاهم اللي جاي باذن الله. خلاص، فانت تقوم دلوقتي لو انت معكش الادوات اللي قلت عليها، اعمل بوز للفيديو وقوم هات ادواتك وهات الكالكوليتور وكشكول بتاعك اللي بتكتب فيه النوتس والقوانين، عشان لما يجي مثلا نوتس كده جمعتها، وفي نفس الوقت تقدر تحل المسائل معايا، وتبقى الدنيا سهله وبسيطه ان شاء الله. تمام، اتمنى تكون الدنيا واضحه، ونبدا بقى شغلنا يا شباب. طيب دلوقتي احنا عندنا المكونات بتاعتنا اللي هي الكونسبت بتاعتنا. السته دول كتير جدا طبعا، مش احنا هنخلصهم في الفيديو ده ابدا، بس نخلص معظمهم ان شاء الله. اي سي سيركت اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، مش هكمل فيها تاني. هوت واير اميتر هبدا فيه، نشوف ايه يعني ايه هوت واير اميتر، وبعدين هنتكلم على رياكتنج كاباستور دي المره الجايه، لان نمبر 3 المره الجايه. 4 رياكتنج اندكتور هنتكلم فيها النهارده، والامبيدنس النهارده، ونمبر 6 المره الجايه. يعني احنا كل ده هنخلصه ان شاء الله ما عدا نمبر 3 ونمبر 6 باذن الله. ماشي؟ طيب احنا دلوقتي هنذاكر الكلام ده منين؟ عندك ثلاث مصادر مختلفة. شابتر 4 في مناهج ثانوية عامة بتاع ثالثة ثانوي، شابتر 4 كله من أوله لآخره حضرتك هتذاكره بالكامل، مش حتة ناقصة يعني. أو تاخد شابتر 31 من هاليداي، بس نقي من الشابتر ده السكشنز اللي علينا بس، عشان عنده حاجات زيادة. أو شابتر 21 من سيرواي. خلاص، يبقى أنت عندك 3 سورسز مختلفة. أو الفيديو ده لو عايز تضمه مع السورس بتاعته مفيش مشاكل، هيبقى برضه مفيد لحد ما، فإن شاء الله الموضوع هيكون سهل. طيب اول حاجه عندنا حاجه اسمها هوت واير اميتر. ايه الهوت واير اميتر ده؟ جهاز وظيفته باختصار يقيس الالترنيتنج كارنت اللي هي الكهرباء بتاعه الاي سي. طب ليه مثل الاميتر القديم ما ينفعش؟ الاميتر ده القديم اسمه موفينج كويل اميتر، بيعتمد اساسا على ان الكارنت ثابته، فالكارنت ثابته بتخش في اتجاه معين وتخرج بنفس ماشيه في اتجاه ثابت، فده يقدر ساعتها المؤشر يتحرك في اتجاه محدد ويقول لك الكارنت كام. لكن لو انت جبت الهوت الموفينج كويل اميتر ووصلته بالاي سي، المؤشر هيحتار، لان الكهرباء بتروح مره فوق ومره تحت، مره بتزيد ومره بتقل، يعني تو اوبزيت دايركشن، فالمؤشر هيبقى مره يمين ومره شمال، ومش هيلحق كمان في ساعات، عشان الفريكوانسي بتاعت كهرباء البيت تقريبا 50 هرتز، فمش هيلحق يروح يمين ولا شمال، هيقول لك والله ما انا متحرك واديني ثابت عند ايه؟ عند رقم معين. ده من ضمن الحاجات المهمه تعرفها، ان انت عندك ايه؟ عندك الهوت واير اميتر، هو ده الحل الامثل ان انا اقدر اقيس بيه الكرنت اللي هي الالترنيتنج كرنت. طب بتكون من ايه بقى يا بطل؟ الكونستراكشن بتاعته عباره عن ايه؟ اهم حاجه فيه هي الواير او السلك اللي مكتوب عليه اتش ده.
اللي هو متوصل بين A ومتوصل بين B. المتوصل بين A و B ده سلك متصنع من بلاتينم اند اريديوم الوي، عبارة عن مادة سلكة كده من بلاتينم اند اريديوم الوي. السلك ده وظيفته ايه في الحياة؟ السلك ده وظيفته ان هو لما يتوصل له كارنت يحصل له اكسبانشن، ولما يحصل له اكسبانشن السبرينج اللي هي موجودة تحت الاس دي السبرينج تسحب السلك لتحت، فالبكرة تلف، البكرة تلف في حتة كده صغيرة، فالمؤشر يتحرك ويقول لك الكارنت كام امبير بالظبط. يعني الكارنت هنا مش هيعتمد على الكهرباء نفسها، هيعتمد على الثيرمال افكت اوف الكتريك كارنت. ثيرمال افكت اوف الكتريك كارنت، خلي بالك الجمله دي هي الجمله الاساسيه للساينتفك ايديا اوف ذيس ديفايس، ثيرمال افكت اوف الكتريك كارنت. طب ممكن واحد بقى متخلف يسال يا مستر، طب انا لو موصل كارنت كده المؤشر يفضل بقى يزيد للابد، لان طبعا الثيرمال افكت هيفضل يزيد. لا طبعا، لان انت عندك حاله اسمها ثيرمال ايكوليبريم، يعني السلك يوصل لمرحله هيبقى كميه الانرجي amount of energy gain equal amount of energy loses، فخلاص هيحصل ثيرمال ايكوليبريم والمؤشر هيقف عند رقم محدد ويقيس لك الكرنت. ده اختصار الليله، لان انت في منهج السم مش مقرر عليك تحفظ كل الكلام ده، بس على الاقل تبقى فاهم الفكره العلميه بتاعت الهوت واير اميتر. لاحظ في المؤشر في الرسمه دي ملحوظتين، اول ملحوظه الار اللي تحت، ايه الار دي؟ ها فاكر دي شنت ريزيستنس، زي بالظبط الاميتر العادي كان فيها شنت ريزيستنس، فحضرتك تبقى برضو مستوعب وفاهم ان دي شنت ريزيستنس طبعا عشان تحمي الجهاز والقصه بتاعت اللي احنا عارفينها قبل كده. طيب ايه الملاحظه الثانيه؟ التدريج السكيل اللي فوق في الهوت واير اميتر نوت يونيفورم، ما هوش منتظم. ليه مش منتظم؟ هنعرف ان الهيت انرجي هنا دايركتلي بروشن مع الكارنت باور 2، فطالما كارنت باور 2 معناها ان الكارنت لو زاد دبل الهيت انرجي هيزيد 4 مرات، فالسكيل هيبقى ما هواش منتظم، وده تاني جهاز ناخده ما هواش السكيل بتاعته يونيفورم. السكيل نون يونيفورم ان ذا تو ديفايسز ان اوميتر اند ان هوت واير اميتر. اوكي طيب اوبريشن اوف هوت واير اميتر، الفكره العلميه بتاعته فكرته ماشيه ازاي؟ كونكتد ذا واير ان كونكتد ان سيريس كونكشن، زي الاميتر العادي بتوصل سيريس كونكشن. الواير بتاعته اللي هي البلاتينم اند الريديوم دي هيتد، بيحصل لها اكسباند، والاكسبانشن ده هياثر على البولي والبكره اللي تحت فيحصل لها روتيتس، وده في الاخر هيؤدي الى ان ايه المؤشر يتحرك ويقيس لنا الكارنت. في حاجه اسمها كاليبريشن اوف هوت واير اميتر. كاليبريشن يعني ازاي بيعايروها، ازاي بيحطوا الارقام بتاعت الايه بتاعت المؤشر بقى نفسها. وضع الارقام دي عمليه تافهه جدا، هما بيوصلوا هوت واير اميتر مع اميتر عادي اللي هو كويل اميتر، بس الاثنين بيوصلوهم مع الدي سي، خلي بالك الاثنين ينفعوا يقيسوا دي سي، ومثلا يشغلوا الكرنت عند رقم محدد، يشوفوا الكرنت عند الموفينج كويل اميتر اللي هو الاميتر القديم كام، مثلا سي ان هو مثلا 1 امبير، يستنوا بقى على الهوت واير اميتر شويه لحد ما يوصل لايه لرقم المؤشر بتاعه يثبت، يروحوا حاطين شرطه كده وكاتبين عليها 1 امبير، يزودوا بقى الكرنت شويه تلاقي المؤشر بقى 3، يشوف المؤشر التاني هيوصل 3 ولا لا. خلاص ده اسمه كاليبريشن اوف هوت واير اميتر. طب ليه انا في وسط كلامي بقول يستنوا شويه؟ عشان في مشكله في الهوت واير اميتر، في عيب من عيوب الهوت واير اميتر، ديز ادفانتجز اوف هوت واير اميتر. عندنا مشكلتين في الهوت واير اميتر ملخبطين الدنيا. ايه هو؟ اول مشكله مكتوب عندك سلو بوينتر ديفليكشن. سلو بوينتر ديفليكشن يعني المؤشر بتاع الاميتر مؤشر بطيء للغايه، سخيف جدا، لانه بيعتمد على الثيرمال ايكوليبرم، لازم حضرتك توصله وتستنى شويه جنبيه كده تريح سنه، تعمل لك اي اكتيفيتي وترجع تاني تبص ايه الموضوع فيه ايه، لان لازم السلك يوصل له كارنت وبعدين يسخن والتمبريتشر بتاعه تزيد بالتدريج ويحصل له اكسبانشن، وبعد ما يحصل اكسبانشن يحصل ثيرمال ايكوليبرم فالمؤشر يثبت عند رقم معين. طبعا ده ممكن ياخد له بقى وقت طويل يعني انت وحظك يعني. خلاص طب انت لما تفصل الكهرباء عنه ما بيرجعش لزيرو مره واحده زي الاميتر القديم، لا برضه لازم يستنى لما يبرد حضرته ولما الاكسبانشن يبقى كونتراكشن ويرجع المؤشر يرجع تاني لزيرو بوينت، فبياخد وقت عشان يرجع ريتيرن تو زيرو بوينت، يعني ما ينفعش تقيس بيه ورا بعضه كده، لازم تاخد وقت طويل قوي يكون بالك رايق كده. وطبعا ما شاء الله الجهاز ده اصلا اترمى في الزباله دلوقتي ومحدش بيستخدمه، لان يبقى في حاجه اسمها ديجيتال اميتر، لكن عموما دي الفكره الاساسيه بتفهمها يعني ماشيه ازاي. كان في كمان عيب تاني ان ال خلاص احنا قلنا العيبين خلاص اللي هو الزيرو بوينت ولازم محتاج ايه اظبط بقى، بس هو مظبطه زيرو بوينت بزرار كده تقدر ترجعه.
اللي هي العيب اللي بيتأثر بالجو. يعني ممكن تخش حضرتك في المعمل لسه داخل اهو عشان تقول بسم الله الرحمن الرحيم هقيس كارنت، هقيس الترنيتنج كارنت، تبص تلاقي المؤشر اصلا انت واقف لك مثلا عند 3 امبير، فتسأله يا عم انت واقف عند 3 امبير بتعمل ايه؟ يعني لسه وصلتك اصلا؟ فتفهم بقى ان هو متأثر بالجو، متأثر بالاتموسفيريك تمبريتشر، فممكن يكون الجو حر في اليوم ده، فيبدأ السلك يحصل له اكسبانشن وتتخيل ان في كارنت فيقيس لك كارنت. فتخلي بالك ان هو عنده مشكلة في زيرو ايرور، فلازم ترجع المؤشر لزيرو ايرور قبل ما تبدأ في اي حاجة تاني. هنا عندنا شوية استفسارات عن الهوت واير اميتر، انا قلتها في وسط معظم الشرح دلوقتي، بس لو محتاجة توضيح نوضحها. ليه السكيل بتاع الهوت واير اميتر نوت يونيفورم، مش منتظم؟ يعني الارقام مش جنب بعض منتظمة، بسبب ان الهيت انرجي دايركتلي بورشن مع مين؟ مع الكرنت باور 2. ليه الهوت واير اميتر ينفع يقيس الدي سي والاي سي؟ لان اصلا هو شغال على الثيرمال افكت، والاي سي والدي سي الاثنين عندهم ثيرمال افكت وتاثير حراري، هما الاثنين زي بعض بالظبط. الهيت افكت ما بيأثرش بالدايركشن بتاعه الكرنت. بس طبعا لو انت هتستخدم الهوت واير اميتر عشان تحسب الدي سي يبقى انت انسان مش ذكي، يعني لان انت محتاج تخلص تقيس الدي سي بالاميتر العادي احسن واسهل، الا لو انت مضطر بقى. نمبر 3 موفينج كويل اميتر كانت بي ميجر اي سي، العكس ما ينفعش. الموفينج كويل اميتر ما ينفعش يقيس الالترنيتنج كارنت، لان الالترنيتنج كارنت كهرباء بتروح وبترجع. لو الموفينج كويل اميتر بيعتمد اساسا على الكونستنت كونستنت انتنسي، ان الانتنسي تكون ثابته والدايركشن تكون ثابته. نمبر 4 كاتب لك سلو بوينتر، ليه المؤشر بطيء؟ قلنا قبل كده الكلام ده، لان لازم يوصل لمرحله الثيرمال ايكوليبرم عشان يكمل. طيب دلوقتي عندك ال L سيركت. ال L سيركت دي L سيركت، سيركت بتحتوي على كويل و AC سورس. طيب الكويل وال AC سورس احنا اتكلمنا فيها قبل كده، بس انا هراجع اللي احنا قلناه عشان تبقى فاهم. لما توصلهم مع بعض بتلاقي الكرنت والفولت مش بيوصلوا ماكسيمم في نفس اللحظه، يعني الكرنت من الاخر بيتاخر عن عن الفولت، عن البوتنشال ديفرنس بيتاخر قد ايه؟ بانجل 90 ديجري. طيب التاخر ده سببه كان ايه؟ افتكر كده معايا، سبب السيلف اندكشن بتاعت الكويل، بتعمل حاجه اسمها باكورد انديوسد كارنت، وده الباكورد انديوسد كارنت بيأخر الكارنت 90 ديجري عن الفولت. فبص على الرسمه كده انت تبقى فاهم، الكارنت هنا وصل ماكسيمم بعد ما الفولت وصل ماكسيمم بفرق بين الاي والبي هنا في المسافه دي، بفرق مين؟ بفرق 90 ديجري. خلاص فاحنا مش محتاجين من هنا الا الرسمه دي بس، وتبقى تراجع الكلام المكتوب ده عشان احنا قلناه المره اللي فاتت. بس خلي بالك في حاجه، الكويل بيبقى ليه حاجه شبه الريزيستنس اسمها اندكتيف رياكتنس. اسمها ايه؟ اندكتيف رياكتنس. ايه هي بقى الاندكتيف رياكتنس؟ هنشوف كده. الاندكتيف رياكتنس او هنسميها اكس ال، هي اوبوزيشن او ذا فلو اوف الكتريك كارنت، حاجه بتعوق حركه الكهرباء وتقلل القيمه بتاعتها، الكارنت تقل القيمه بتاعتها. طيب الاندكتيف رياكتنس يحسبها ازاي وايه اليونت بتاعتها؟ القانون بتاعها بيقول ان هي عباره عن اوميجا مالتبلايد ال، اوميجا لما تتفك يبقى 2 باي اف، فالقانون بقى 2 باي اف ال، 2 مالتبلايد باي اللي هي 20 اوفر 7، اف اللي هي فريكوانسي، ال اللي هي كوفيشنت اوف سيلف اندكتنس بالهنري. خلي بالك ال دي بالهنري، دي مش لينث، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كوفيشنت اوف سيلف اندكشن بتعتمد على الكويل نمبر اوف تيرنس، شكل الكويل. يعني انت عشان تغير ال ارمي الكويل وهات كويل جديد، او غير بقى مواصفات للكويل، غير النمبر اوف تيرنس، يقطعه نصين، اي حاجه. خلاص طب الاكس ال بعد ما احسبها احسبها بيونت ايه؟ بتتحسب حضرتك بالاوم زيها بالظبط، زي الايه؟ زي الريزيستنس العاديه بالاوم برضو. طب لو عايز احسب الكرنت اللي ماشيه، الكرنت عشان تحسبها جيب الاي ام اف بتاعت المصدر اللي عندك ديفايدد الاكس ال اللي انت حسبتها فوق. طيب هو الكرنت هنا انهي نوع من الكرنت؟ في عندنا افكتيف وفي ماكسيمم. لا هي نفس الحاله بتاعت الاي ام اف، يعني الاي ام اف لو ماكسيمم يبقى انت بتحسب الكرنت ماكسيمم، لو الاي ام اف افكتيف يبقى انت بتحسب الكرنت ايه؟ افكتيف. قال لك اي ام اف كده ساده، يبقى انت بتحسب الكرنت ساده، يعني اي حاجه منهم ما تفرقش معاك، وفي الغالب الساده دي هي الافكتيف اصلا في معظم الكتب. ماشي. طيب الكويل دي يا شباب لو عايزين نوصلها توصيل مختلف، يعني مجموعه من الكويل وصلها لك سيريز كونكشن وبارال كونكشن، هي كلمه واحده بس مش محتاجه تطويل، يعني هما زي الريزيستنس بالظبط. فبحسب الاكس ال توتال معلوم بلس، لو سيريز كونكشن
او اجيب ال 1 over x ال التوتال ايكوال 1 over x ال 1 بلس 1 over x ال 2 بلس 1 over x ال 3 لو حالة بارل. بس ما ننساش في حالة البارل بعد ما اطلع الرقم ده او القانون او لو استخدمت القانون ده يعني الرقم النهائي اللي هيطلع تقلب الرقم عشان تطلع ال x ال. يعني الاجابة عندك لو طلعت 1 over 10 يبقى ال x ال التوتال ايه 10 اوم. يبقى الكونكشن بتاع الكويل هو هو بالظبط الكونكشن بتاع مين؟ بتاع الريزيستنس بنفس الطريقة بالظبط. طيب ما نحل أسئلة على الكلام ده يا شباب، إيه رأيكم؟ حل أسئلة، حل سؤال كده بسيط. ده سؤال حضرتك دلوقتي المفروض تعمل بوز للفيديو وتحل المسألة دي لوحدك وبعدين هطلع لك الأنسر بعد شوية. يعني أنت ما تشغلش الفيديو دلوقتي، فكر الأول وحل الأول السؤال. طيب بما انك فكرت ومفروض حليت بقى السؤال وربنا كرمك، ايه اللي موجود في السؤال ده؟ سؤال مباشر جدا. هو عايز في الاخر ايه؟ عايز الكرنت، والكرنت عباره عن اي ام اف ودي موجوده اللي هي 200 فولت اوفر اكس ال. مفيش اكس ال في السؤال، يبقى احسب الاكس ال. اكس ال يا جماعه الاندكتيف رياكتنس كانها ريزيستنس بتاعت الكويل، هتبقى 2 باي اف ال. 2 باي اف ال موجوده في السؤال، يبقى الموضوع تقريبا تافه ومباشر. ادي الاكس ال تحسبها الاول 2 باي اف ال هتطلع 220 اوم، وتاخد الاي بقى الكرنت عباره عن 200 ديفايد 220 اوم يطلع 0.9 امبير. طيب في بقى اكسبريشن جاي جديد اسمه اكسبريشن جديد ده اسمه ايه؟ امبيدنس. ايه الامبيدنس او الزد دي؟ هي عباره عن مجموع انواع مختلفه من اشكال الريزيستنس، يعني اوميك ريزيستنس على اندكتيف رياكتنس. يعني انت لو موصل كويل وموصل معاها ريزيستنس عاديه ما ينفعش ايه تسميهم التوتال بتاعهم تسميهم توتال ريزيستنس، وما ينفعش تسميه توتال اندكتيف رياكتنس. امال ايه الحل؟ قال لك التوتال ده نسميه امبيدنس. فالامبيدنس ده يعني مجموع اشكال مختلفه من الريزيستنس المختلفه او الاندكتيف المختلفه. بص الديفينيشن بتاعها سميشن اوف اندكتيف رياكتنس اند ريزيستنسز، يعني مجموع من الريزيستنس اللي عندك. التوصيلات اللي عندنا لما يكونوا مختلفين لازم تبقى سيريز كونكشن، ما عندكش توصيله البارل كونكشن. طيب الدايره اللي جايه دي فيها اتنين بقى مع بعض، فيها ريزيستنس واكس ال. بص على الرسمه كويس، الريزيستنس مكتوب تحتها سهمين، يا رب كنت فاكر او فاهم انا بقول ايه. الاي والفي ار على نفس الخط معناها الاتنين ان فيز. يعني ايه ان فيز؟ يعني مفيش حد بيسبق التاني. لما الكرنت بيكون زيرو البوتنشال ديفرنس بيكون زيرو، لكن في الاكس ال وفي الكويل لا، الكرنت لما تبقى زيرو الفي تبقى ماكسيمم. طب تمام، طب انا استفدت ايه؟ بص بقى يا بطل، استفدت هنا حاجه خطيره جدا، ان الفي هنا والفي هنا مش على نفس الخط. يعني البوتنشال ديفرنس بتاعت الريزيستنس لو كانت على زيرو الفي ال هتبقى ماكسيمم. يعني انا لو عايز اطلع التوتال بتاعهم اوعى إيه تعمل بلس بطريقه مباشره. ما تقوليش بقى يا مستر لو كان الفولت بتاعت الريزيستنس دي مثلا 10 والفولت بتاعت الريزيستنس دي بتاعت الاكس ال 20 فتقول لي 10 بلس 20 يطلع 30. لا مش هيطلع 30. اذا ما احسبه ازاي يا مستر؟ لا هتحسبه بالفيكتور. بص كده معايا هنعمله قانون اهو دلوقتي. بص القانون اللي فوق اهو، توتال بوتنشال ديفرنس هيتحسب كده، v equals square root ل v r باور 2 بلس v l باور 2. ايه ده اشمعنى باور 2؟ ايه القصه دي؟ عشان ده فيكتور يا مستر، وبحسب x axis y axis كانك بتعد تطلع الريزلتنت بينهم هما الاثنين، وده هيبقى التوتال بوتنشال ديفرنس، والمفروض هيكون بالفيكتور بتاعنا الريزلتنت بتاعتنا زي الريزلتنت بتاعت الماث انت متعود عليها في في الميكانكس بالظبط. بتستخدم فيها بايثاغورس الثيرم وبتحلها. يبقى تاني لو انا طلعت لك البوتنشال ديفرنس مثلا لواحده منهم رقم والثانيه رقم مختلف، اوعى تعمل بلس بطريقه مباشره، لازم تستخدم القانون ده، ما تستخدمش الالجبريك سميشن، ما تعملش بلس. وده يؤدي برضو الى ان التوتال ريزيستنس اللي سميناها امبيدنس هتبقى برضو بنفس الطريقه سكوير رود ل 4 باور 2 بلس ال اكس ال باور 2. ده برضو معناه ايه؟ لو انا اديتك ريزيستنس مثلا يعني 30 اوم واكس ال مثلا يعني 40 اوم، 30 و40 مجموعهم كام؟ اوعى تقول لي 70. ده ليه يا مستر؟ ما احنا اتفقنا هجمعهم بالقانون ده، هيبقى سكوير رود ل 30 باور 2 بلس 40 باور 2 هيطلع 50 اوم. طيب في حاجه ثانيه اسمها فيز انجل. ايه الفيز انجل دي؟ فيز انجل هي الريشيو بتوين توتال بوتنشال ديفرنس and the current او potential difference of ايه؟ of resistance. potential difference of resistance عشان هي موجوده على الاكس اكسس. يبقى الانجل بين الفاينل انسر والاكس اكسس هو ده ايه؟ اسمه فيز انجل. بحسبه بالقانون ده في ال اوفر في ار او الاكس ال اوفر ايه؟ اوفر ار. مساله برضو في السريع بنفس الطريقه، المفروض حضرتك تاخد دلوقتي القلم بتاعك وتبدا تحل المساله دي وتطلع الاجابه، وطالب مين؟ طالب الكرنت برضو. طب عشان اطلع الكرنت المفروض يطلعها ازاي؟
ها طبعا المفروض انت حليتها دلوقتي وبدأت دلوقتي تراجع معايا الحل. الكرنت عشان تطلع محتاج مين؟ محتاج ال EMF وده موجودة 100 فولت 20 اوفر زد اللي هي التوتال ريزيستنس. طب فين الزد؟ الزد ده عشان اجيبها محتاج سكوير رول لار باور 2، الار موجودة، اكس ال باور 2 ما عنديش اكس ال، يبقى اول خطوة احسب الاكس ال وبعدها اطلعها مع احسب الزد وبعدها احسب الايه، احسب الكرنت. هما 3 ستيبس كده هيطلع لك السؤال ده بسهولة. بس في ملحوظة في السؤال بيقول لك the coil its resistance equal 43. هو الريزيستنس ليه كويل او الكويل ليه ريزيستنس؟ ايوه الكويل اصلا طبيعته ليه ريزيستنس. لو هو جاب لك سيرتها يعني، لو ما جربش سيرتها بيفترض ان هو ملهاش ايه، ملهاش قيمه ريزيستنس، يعني هي جواها اوميك ريزيستنس غير الاندكتيف رياكتنس. ماشي، ادي الحل يا جماعه بتاع السؤال. نفس الخطوات اللي قلناها، تحسب الاول اكس ال 2 باي اف ال وبعدها تحسب الزد اللي هي التوتال ريزيستنس او الامبيدنس وبعدها تحسب الكرنت من الفي اوفر امبيدنس يطلع لك 1 امبير. يا رب الدنيا تكون واضحه وما اكونش سريع قوي زياده عن اللزوم والناس فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. هنا بقى يا بطل جايب لك صفحه كامله كده سيبها لك تحل سؤال محلول بالكامل، مش هتكلم عليه خالص، انا هسيبك بقى تحل او تكمل انت بقى لوحدك السؤال بالكامل محلول. هو شبه السؤال اللي فات، ما فيهوش اختلافات كبيره، واتعلم منه برضو الطريقه بتاعت الايه الاي سي سيركت مع الريزيستنس والكويل مع بعض. طيب احنا خلاص خلصنا الفيديو، بس هقول شويه ملاحظات صغيره. اول حاجه لو ربنا يعني يسر ان شاء الله والدنيا دي كانت واضحه معاك بالفيديو بالطريقه دي، ابعت لي على الواتس ده رقم الواتس، او حتى تبعت لي اعمل لي كومنت على الفيديو نفسه ان الطريقه دي احسن من الطريقه اللي فاتت او العكس. الطريقه اللي فاتت الناس اللي مش متابعه، احنا عملنا فيديو بالموبايل، صورنا بالموبايل كنت بكتب بايدي، وعملت ايه المره دلوقتي فيديو، بعض الناس قالت لي يا مستر خلي الفيديو احسن في باوربوينت، فانت تشوف انهي الاحسن ويا ريت تقول لي برده عشان المرات الجايه اكد عليها. لو الطريقه دي احسن لك ماشي، عايز اصور لك بالموبايل واقعد اكتب بايدي مفيش مشاكل يعني، حاول برده ايه، حاول قول لي ايه الاحسن وانا الاحسن ده هركز عليه. بس انا لو لقيت ان في بعض حاجات في الشرح محتاجه اكتبها بايدي هضطر طبعا ارجع للايه في الجزئيه دي ارجعها واكتبها بايدي بالتفصيل او اشرحها على بورد او حاجه بحيث يبقى الدنيا واضحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا.